أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة عرض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما مناسبة ذكر الموت مع الآداب الشرعية، أو ما العلة من ذكر الموت في هذه المنظومة؟ يا سبحان الله، إذا لم يذكر الموت ايش اللي يذكر؟ يذكر الموت الاستعداد له، هذا من أعظم الآداب الشرعية، الاستعداد للموت. نعم، تبي يذكر المصايف والنزهة يذكر المناسب ذكر الموت وأحوال الميت وما بعد الموت، هو الذي ينفع الناس. نعم.